أنا اسمي عدنان فرملي، لاجئ سوري بلبنان. تقريبا صار لي هون شي 5 سنين من 2012، بجيت على لبنان بسبب إصابتي. أنا من سوريا، من حمص، بمنطقة اسمها الحولة بتل دو. تصابت بالحرب هناك، ضرب قناص بالعمود الفقري طلع من رقبتي. طلعت على مشفى بحمص الوعر، تعالجت شي 10 أيام، بس كان بدي مشفى مأهل أكتر ومشان علاجي، وكان عندي نزيف داخلي بالرئتين لأنه ما كان، وبدي أشيل منه، بدي مشفى مؤهل أكتر. طلعت على لبنان على طرابلس على المشفى الحكومي، تعالجت فترة من الزمن هون. بعد هالفترة طلعت على العلاج، تعملت علاج فيزيائي مشان بس مشان الأعصاب، مشان ما تشنج الأعصاب والقصص. بعدين طلعت على البيت، بس هالفترة إنه فترة علاجي وإصابتي صار معي نوع من الاكتئاب، خلاني انعزل على العالم، ما عاد حب شوف حدا ولا اتعاطى مع حدا. كان اول يوم هيك شوي صعبه، بعدين مع الايام صرت احس انه خلص انا لازم اتعود على حالي، انه خلص اصابتي لازم اتاقلم عليها، انه مع الوقت ان شاء الله بلاقي علاج، ان شاء الله بشفى، بس لازم انا بهالفتره موقف خلاص، ما لازم انه خلاص انتهت الدنيا. اول سنه مثل ما قلت لك رحت على بريفي، عملت شهاده قدام التاسع، بعدين صرت اعمل دورات بالتصوير فوتوغرافي والفوتوشوب والمونتاج وهيك والفيديو. شاركت بماراثون بيروت الدولي من سنتين، طلعت ب10 كيلومتر، طلعت المرتبه الثالثه. كان اول مشاركه لي على كرسي عادي مش كرسي سبور، انه ما في عندي كراسي رياضيه وهيك. بعدين شاركت بماراثون الألمون، كمان وقتها كانت شي 10 كيلومتر. رجعت شاركت بهذه السنة الماضية بماراثون بيروت كمان، بس وأنا بالماراثون خرب الدولاب ما كملت السباق غير على الهدى إنه ما طلعت لي مرتبة. وشاركت بنص ماراثون عكار، وعم شارك أكتر شي بماراثونات، ومشي شهرين تقريبا جتني دعوة مشاركة بماراثون برشلونة بإسبانيا، رحت شاركت فيه كمان 42 كيلومتر. كمان بنفس الوقت عم اتعلم محاسبة معلوماتية بمعهد ببني الفني بيت دو محاسبة، عم كمل تعليمي، ولأنه كمان لازم يكون عندي شهادة وكمل جامعتي وهيك. طموحي بهيدي الدنيا أول شيء يكون بصور محترف، كمل جامعتي وتعليمي وكون مهندس إلكترون، وبنفس الوقت كمل بشغفي والتصوير وهوايتي المفضلة هي التصوير وإنشاء الأفلام والمونتاج والقصص. وأكتر شيء أعمل مثل فيلم عن سوريا، عن الحرب اللي عم تصير بسوريا، الدمار، القتل، إنه وصل العالم إنه هيدا الشيء بكفي بقى، قصة حقيقية اللي عم تصير، إنه ماني عم بعمل شيء إنه قصة إنه عم بعلفها أو شيء إنه عم خرافات أو شيء، بدي أوصل للعالم الحقيقة اللي عم تصير، إنه والنزول عم يصير، والعالم صار حلمها أكتر شيء تسافر تطلع من سوريا، إنه خلاص بكفي بالأخير هيدا الدمار، بكفي القتل، بكفي العالم ماتت، إنه خلاص لازم بقى نرجع على سوريا، لازم العالم تتحرك، لازم المجتمع العربي يتحرك، لازم كل العالم إنه خلاص بكفي لهون.